بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنا حبيت نزل فيديو بلا طعمة، مع أنه عن جد هالمرة إلى طعمة، وإن شاء الله طعمته تكون كثير طيب. صراحة أنا وجود المرأة بحياتي كان جدا غريب، لأنه عشت معظم حياتي، لأنه أمي توفت لما كان عمري 6 سنين، بي تجوز، دل قاعد معها 5 سنين، كانت منيحة بس ما صار نصيب سوا، وباقي الأيام كنت يعني أنا أم حالي وماشي حالي والحمد لله. وهيني طلعت مرأة جدا، طلعت يعني جدا ما شاء الله علي، ما بعرف، ما في حدا بيقعد بحب يحكي عن حاله أبدا يعني، بس ما بدي انسى دور خالاتي بحياتي، عماتي بحياتي، كل بنت من رفقاتي تعلمت منها ولهلا عم بتعلم. هابي انترناشونال وومنز داي لكل نسوان العالم، كنت منيحة ولا كنت عاطلة، اكيد عملتي شيء منيح بحياتك، هذا الشيء ما فينا ننكره. فبحب اشكر كل شاب وكل رجال قدر يضاين ويستحمل نساء العالم. ف انجوي اخر الساعات من هيدا اليوم العالمي، لانه ممكن بعد الساعة 12 بلش النكد.